اليوم قدمت ورشة بعنوان التعليم الإلكتروني التعلم مدى الحياة، وكانت تتكلم عن عدة محاور، منها مفهوم التعليم الإلكتروني وأهدافه وخصائصه وأنواعه، وكذلك استراتيجيات استخدامه، وكذلك التعلم مدى الحياة، وأخذنا فيه التعريف وأهميته وخصائصه وكيفية الاستفادة من أدوات التعليم الإلكتروني في تحقيق الهدف الذي نطمح إليه وهو التعلم مدى الحياة للجميع بمشيئة الله. الحقيقة كان الحضور أكثر من رائع وجيد جدا، وكان مشاركات وتفاعل الحضور مع المحاضرة يعكس مدى أهميتها واهتمام الزوار لهذه المحاضرة.